إذا في كان دعم مالي عماله بيجي للبلد هنا، والدعم هذا حنقدر نستفيد منه ينحط في مكانه الصحيح، ما راح يكون في أي مشكلة. ولكن إذا إجا دعم مالي وبالنهاية ما نحط في مكانه الصحيح، أو بالآخر ما عرفنا شو صار بالدعم، أو إجا أو ما إجاش، ومرات بيجي بيقول لك إحنا والله عطينا الدعم المالي وبالآخر الدعم توقف، او الدعم بطل يجي، او اجانا دفعه وما اجاناش الدفعات الثانيه لاسباب احنا بنجهلها طبعا. فبالاخر انا اذا ما شفت شيء ملموس يعني بالنهايه مش راح اهتم بالنهايه، اسمع حتى عن المفاوضات هاي نفسها. الاصل انه اي برنامج مع صندوق النقد الدولي الهدف منه تحسين ايرادات الدوله وبالتالي تخفيض عجز الموازنه. ما لم يكون في عندنا وسائل لتخفيض الانفاق العام، البديل الآخر هو زيادة الإيرادات. زيادة الإيرادات مصدر الأساسي، إذا ما كان في نمو اقتصادي بمعدلات كافية بده يرفع الأسعار. والله يا أخي أغرتهم يشلحونا ويصيروا فتشوا جيابنا، ويجوا صندوق النقد الدولي نفسه هذا اللي هو حاكمنا الآن ومسيطر علينا. إحنا أصلا مش محكومين لا من رئيس وزراء ولا محكومين من أي حدا، محكومين من صندوق النقد الدولي كونه هو الدائن، والدائن هو دائما الأقوى. فإحنا لا حول لنا ولا قوة سوى أنه نصبر ونسكت ونحط نوكل هوا زي ما بيقولوها. طبعا ما هي غالية أصلا بطبيعة الحال، الأسعار غالية وداخل ما فيه، الأسعار راح تولع، الغني بيزيد غنى والفقير راح يزيد فقر. تمام. هلأ إذا رفعت الأسعار يعني لا تأخذ في الكلمة، إحنا يعني صارت كل شيء عالي وما حدا بيقدر يساوي أي شيء، أدنى البلد ما بيقدر يساوي شيء، نحن المختربين يا ريت ها عم نمشي، أدنى البلد ممكن هالقد.